أهل غرية واحدة، بلاد واحدة، وداعينا واحد. ونشكر برضه الأخوة الذي قاموا بمبادرة حل المشكلة من رئاسة السلطة المحلية برئاسة الشيخ فضل والأخ عبد الحكيم مدير الأمن. كما نشكر الأخوة الوساطة الذي قاموا بحل المشكلة، وفي نفس الوقت نجينا نستنكر بذل هذه الأعمال وإلا تتكرر بإذن الله إن شاء الله، لأن هذه ملاعب للكل وماشي داعي لانتشار السلاح ينقلوا بسلاحهم، او هي رياضه ورياضه فن وضيوف واخلاق. وهذا ان شاء الله نتمنى للجميع الخير والصحه والسلامه. وعندك كذلك الاحترام فيما بيننا، فنحن نعتبر اهل واحد وناس قريه واحده ومن فخذ واحد، لا فرق ما بين يافعي او حالمي او غير كذا. نحن نرحب بالجميع ونشرف بحضورهم، ونحن متنازلين على كل ما حكموا عليه. فأهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بالأخ مدير أمن إرفان والدكتور المحامي عبد العزيز وجميع الحضور، وأهلا وسهلا فيكم. شرفني جدا أن أكون بينكم وبهذا الحفاوة والاستقبال الذين حظينا به، نشعر بارتياح كبير. ونحن في الحقيقة نعتبر أسرة واحدة كملين بعضنا، ونشكركم على التنازلات التي قدمتموها، ونحن بالمقابل سنكون الى جانبكم عونا وسلاما. يقول لكم واحد، ولكن في المستقبل تصلح هناك كثير من الامور، تصلح كثير من السلبيات، وعندنا اطفال والارقام والخطا يحصل هنا وهناك، لكننا الان نعيد ترتيب اوضاعنا بما يحسن تحسين تربيه اولادنا بشكل افضل هنا وهناك. ونحن نشكركم جميعا الحاضرين بما فيها أولاد أولياء مبني عليهم، والمشايخ والأعيان ومدير الأمن، كلكم على العين والرأس. شكرا. نشكر موضوع التواضع التنازلي وقفتوا معنا، قلتوا شكرا جزيلا. وعيالنا جمعنا عندكم، انتوا أهلنا وإخواننا، نحن بيت واحد، ما نفرش بهذا الشيء، مش راضيين بنا، احنا خير شر. الملاعب شاء الله يعني احترام وذوق وفن، مش كلها مشاكل كلها. عيالنا عندكم الان، نسامح بينهم، جزاكم الله خير، نشكركم. يا سلام. الله يحفظك.